اليوم يا سالم، واتصلوا فينا من المدرسة علشان نروح ناخذها. جالها إسهال. مسكينة فرح، إيش اللي سبب لها الإسهال يا ماما؟ أمس كانت تلعب خارج. فرح تعالي ناكل. حاضر يا بابا، الآن جاية. وجاءت تاكل ما غسلت يدها، مع إني قد حذرتها أكثر من مرة وقلت لها تنتبه تاكل إلا بعد ما تغسل يدها. يشعر سالم الآن بالحزن الشديد على فرح. الأخوة شيء عظيم. ليش ما تلعب معنا يا سالم؟ ما ليش نفس ألعب، العبوا أنتو. قل لنا إيش فيك؟ فرح مريضة وأنا قلق عليها وفاقد لها. كيف فاقد لها وأنت دائما تشتكي منها؟ لا لا يا سعدون، أنا أحبها وأحب ألعب معها واشتقت حتى مشغلتها لي طول اليوم. أنا عندي الحل. أيش هو؟ طبعا إحنا أصحاب ولازم نساعدك، وأنا لأني ابن طبيب ما بتلقاش أحسن مني يساعدك. ها؟ بأيش؟ أبي يقول لي إنه أفضل علاج للمرض هو الأكل. نروح البقالة ونشتري لفرح كل الأكل اللي تحبه، وأنا بساعدكم. بإيش؟ بالنصيحة طبعاً. بس هل بيكفي مصروفي؟ أنا مستعدة أجيب مصروفي كمان. كويس، عشان ما أكون وحدي ساعد. أنا بالنصيحة وأنتوا بالمصروف. فرح تحب البطاطس الحارة. وأنا كمان. إحنا جمعنا المصروف لفرح بس، لا تنسى. ليتني مريض مثل فرح. فرح؟ أيش؟ جبت لك كل اللي تحبي عشان تتعافي. صدق؟
شكرا يا سالم. أيوة صدقيني يا فرح، هذه نصيحة مني مش منهم. إيش بتفعلوا؟ ولا حاجة، جينا نزور فرح يا جدة. إيش هذا يا سالم؟ إيش هذا كله؟ هو عشان فرح تتعافى. عشان تتعافى ولا عشان تمرض أكثر؟ أنا تأخرت بروح. كمان يا سالم، فرح الأفضل إنها تشرب محلول الإرواء وتأكل أكل نظيف وصحي مثل الفواكه، وهذا اللي بيفيدها عشان تتعافى بسرعة. أما الأكل هذا بيزيد من حالة الإسهال عندها. فهمت يا حبيبي؟ خلاص ما عاد بفعلش هكذا مرة ثانية، أنا آسف. خلاص يا حبيبي سهل هذه المرة، أنت ما كنت عارف وكان قصدك تساعد فرح، لكن مرة ثانية. إيش في يا أمي؟ لا تشغلي بالك يا بنتي. هيا هيا كلي يا بنتي. الله يشفيكي ويعافيكي يا فرح. بكرة بيكون أول يوم في الشهر، قرب موعدنا مع الدكتورة. صدق بكرة أول الشهر؟ إيش اللي يخلي الطفل مثل سالم يهتم هكذا ببداية الشهر؟ رايح يستلم راتبه مثلا؟ هذا اليوم المنتظر. اليوم المنتظر؟ ليش؟